إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا مؤتمر صحفي من مكة المكرمة حول قيادات أمن الحج للإعلان عن آليات وإجراءات خاصة بمناسك الحج لهذا العام. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت ما يقرب من 8000 حاج من ضيوف الرحمن المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لهم على مدار الساعة. وأضافت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالة وبائية بين الحجاج المصريين. مع تزامن وصول ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة، بدأت البعثة الطبية المصرية عملها بكوادرها الطبية والوقائية، والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا. في أطباء متواجدين فيها على مدار الساعة، أطباء وصيادلة وكافة الأدوية والمستلزمات متوفرة في العيادات. احنا عندنا فريق بيمر على العيادات بصفة دورية عشان يتأكد ان كل المستلزمات والأدوية متوفرة، وموزعين كمان على العيادات ان لو في اي اتصال او اي يعني شكاوى من اي شيء. كمان في عندنا فريق من الطب الوقائي بيمر على جميع الحجاج في اماكن اقامتهم في الفنادق، وبيمر عليهم في أماكن التجمعات زي في أثناء تداول الطعام في المطابخ بتاعة الفنادق، في المطاعم قصدي بتاعة الفنادق، وفي المساجد وفي الأتوبيسات عشان يدوا ندوات توعوية وندوات تثقيفية ويعرفهم إزاي يحموا نفسهم ويحافظوا على نفسهم من الأمراض المعدية والأمراض الوبائية. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على توفير غرفة للطوارئ لاستقبال أي حالة طارئة لتوفير الفريق الطبي لها بشكل عاجل. على غرفة الطوارئ البعثة المصرية الطبية يا فندم. تمام، حضرتك يا فندم بنات اسم الفندق. البعثة الطبية المصرية حرصت على توفير كافة المستلزمات الطبية والدوائية بأنواعها كافة والتي تتوافق مع طبيعة الحالات المرضية للحجاج. مركزين على الأدوية اللي الحجاج بيحتاجوها، الحاجات المسكنات طبعا، الكريمات بتاعت الالتهابات، محاليل الجفاف، حاجات اللي هي الكومن اللي هي أكتر شكوى الحجاج بيشتكوا منها خلال الموسم يعني. طبعا مع حاجات تانية زي الأدوية الكرونيك اللي هي الضغط بقى والسكر. وقد تم بالفعل تجهيز شنط تحتوي على مستلزمات وقاية، وتم المرور على الفنادق والغرف الحجاج المصريين، وتم تسليمهم وتوزيع عليهم لكل حاج شنطة بها مستلزمات الوقاية، وبالتالي وبنتابع أول بأول أي الحمد لله ما عندناش أي نقص في المستلزمات ولا أدوية. ضيوف الرحمن أثنوا على الخدمات التي تقدم من البعثة الطبية المصرية على مدار الساعة. الناس محترمة وكويسين، كشفوا علينا وبدنا علاجنا، هو ربنا يكرمهم. حلوة كويس، بغيتوا التعبان. ناس ممتازين جدا، ناس خدومة، ما بيسيبكش في أي مكان، بيقيسوا الحرارة، بيقيسوا الضغط. الحمد لله الدواء اللي مفعول كويس والحمد لله ربنا شافي. والله هي ممتازه، وانا لسه دخل اهوت فلاقي الخدمات من البدايه ممتازه وبرحبوا بينا، واللي احنا عايزينه كله بنوصله ليه ان شاء الله. خدمات تشخيصيه وعلاجيه تقدم لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مدار الساعه من خلال الكوادر الطبيه الذين يواصلون الليل بالنهار رافعين شعار خدمه الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.